أراد سامي أن يقضي عطلة الصيف في مزرعة جده ليتعرف على المزروعات والحيوانات الموجودة فيها. وفي يوم من الأيام استيقظ سامي باكراً، وبينما كان يتمشى بين الزهور والأشجار المثمرة شاهد أشياء صغيرة تطير بشكل دائري قرب سور المزرعة. اقترب سامي منها فوجد قفيراً كبيراً ومجموعات من النحل تطير حوله. تراجع سامي إلى الخلف بعد أن سمع طنين النحل، وحمل حجارة ورمى القفير بها، فهربت النحلات واختبأت. عاد سامي إلى بيت جده وكأنه لم يفعل أي شيء. بقي سامي أياما وهو يرمي القفير بالحجارة ويشرد النحلات. ذات يوم اجتمعت النحلات في القفير ووقفت الملكة وقالت: نحن نتعرض لاعتداء وضرب من قبل حفيد الجد عمار، سنحرمه من أكل العسل، لن نصنع العسل بعد اليوم. رددت النحلات كلام الملكة وقالت: لن نصنع العسل بعد اليوم، لن نصنع العسل بعد اليوم. جاء الجد ليأتي بالعسل لحفيده فلم يجد عسلا، ووجد حجارة قرب القفير فاستغرب الأمر. عاد الجد عمار إلى البيت وهو يحمل الوعاء الفارغ بيديه. سأل سامي: أين العسل يا جدي؟ أجاب الجد: لم أجد عسلا يا صغيري. قال سامي: أنا أحب العسل، أريد عسلا. قال الجد: سننتظر، ربما تصنع النحلات العسل غدا. في اليوم التالي ذهب الجد صباحا ليأتي بالعسل، لكنه وجد القفير خاليا أيضا. انتهى الصيف والنحلات متوقفات عن العمل. عاد سامي إلى المدينة ولم يأكل العسل أبدا. ذهب الجد عمار إلى المزرعة بعدما غادر سامي، فوجد أن النحلات صنعت الكثير من العسل. جمع الجد العسل وقال: سأخذه إلى حفيد سامي في المدينة. حمل الجد عمار العسل وانطلق إلى المدينة وقدم العسل لسامي وقال له: انظر، لقد صنع النحل الكثير من العسل بعد أن غادرت المزرعة. لا أريد أن أكل من هذا العسل. لما يا حبيبي؟ النحلات لا تريدني أن أكل من عسلها. من قال لك هذا؟ فهمت ذلك من تصرف النحلات، لقد توقفت عن صنع العسل عندما كنت في المزرعة، والآن هي تصنع العسل. أريد أن أعترف لك يا جدي بأنني آذيت النحلات وكنت أرشقها بالحجارة يوميا. جهز نفسك، سأصحبك في العطلة إلى المزرعة لتعتذر من النحلات. في يوم العطلة ارتدى سامي لباسا خاصا لونه أبيض، واقترب مع جده من القفير. جمعا العسل ونظفا القفير، ونقل سامي بعض الورود التي تحبها النحلات إلى جانب القفير. اجتمعت النحلات وقالت لهم الملكة: أصبح سامي محبا للخير، أريد عسلا شهيا خاصا به اليوم. صنعت النحلات قرصا كبيرا من العسل، أكل منه سامي وشكر النحلات. نتعلم من هذه القصة يا أصدقائي أنه يجب دائماً أن نكون رفقاء بالحيوانات والحشرات وكل أنواع المخلوقات. هل هذا صحيح؟ علينا أن لا نؤذي أي نوع من المخلوقات لأنها تسبح الله، ويجب أن نعامل الحيوانات كلها بطريقة حسنة. هل تحبون العسل؟ لا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأن تكتبوا لي في التعليقات ما رأيكم بهذه القصة. هل أعجبتكم؟ مع السلامة.